ठीक हो गया। तो भाई सारे हजरात इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी ये दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर के खालिक करीम आपको कबूल फरमाए और दीन की खूब खिदमत अल्लाह आपसे ले और हमें मरते दम तक किसी तरह कुरान के साथ वाबस्तगी अल्लाह नसीब फरमा के रखे। दुआ कर लीजिए, अल्लाहुम्मा अक्रिमना बिकरामतिल कुरान وأعزنا بعز القرآن وألبسنا بخلعة القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن ونور صدورنا بنور القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اشرح صدورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع وعمل لا يرفع اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا صالحا ورزقا حلالا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا إلهنا اغفر لنا وارحمنا إلهنا اغفر لنا وارحمنا إلهنا اغفر لنا وارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اشف مرضانا والمسلمين وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.